قمنا بمبادرة الحلقة المجانية للأطفال النازحين في مراكز الإيواء في ظل معاناة النازحين في ظل الواقع الصحي والبيئي المرير الذي يعيشه قطاع غزة، ونتمنى تقديم مزيد من المساعدات ودعم هذه المبادرات التي تعني الكثير للنازحين في مراكز الإيواء. فيش هنا مي، فيش إشي، حلقنا شعورنا عشان فيش مي هنا، ودعمونا دائما في رحلانا. من أول الحرب ما حلقناش هنا، لا في مي ولا في إشي، دعمونا في مبادرات ترفيهية علشان نرفه على الأطفال هنا. أنا يزن حلو من مدارس الإيواء، شكرا على عملوه هذا، شكرا للناس المباركة اللي خدمتنا، شكرا من الناس اللي عملت المبادرة، دعمت المبادرة. ودايما ما فيش مية، ما فيش نظافة، والمية بعدها بتشيش، وأول من الحرب مشت وبحلقت. نشكر الدائمين على هذه المبادرة، احنا نازحين من الشمال، نشكرهم على هذه المبادرة، والله يعطيهم الصحة ويكثر خيرهم يا رب، نشكرهم. وفيش مصاري يما معنا نحن قلهم، يعني ما قبضناش الشؤون إلا 8 شهور، ما قبضناش ولا شيكل مش معناش نوكل.